قفزات مستمرة بأعداد المصابين بكورونا في العراق، وبغداد تحولت إلى بؤرة للفيروس نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. عزل بغداد التام عن المحافظات الأخرى قد يكون خيار الجهات المعنية لمكافحة هذا التصاعد اللافت وللحفاظ على بياض المدن الأخرى أيضا. الحظر ضمن بغداد أو تحديد السفر مع المحافظات الأخرى يكون له أثر إيجابي، مع العلم أنه نحن نمر بحظر شامل لمدة أسبوع. يجب تمديد هذا الحظر لمدة أسبوعين على الأقل، يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار بحظر مدينة بغداد عن بقية المحافظات. ساكنو العاصمة انقسموا بين من اعتبر هذا الإجراء خطوة بالاتجاه الصحيح نحو كبح وباء كورونا، وآخرون وصفوه بغير المجدي في ظل إصرار المواطنين على عدم الالتزام من أجل لقمة العيش تارة، ولعدم إدراك خطورة الفيروس تارة أخرى. الحظر، تطبيق الحظر جيد وما يشفي المواطنين ويخلص هذا البلد من هذا الوباء إلا بطريقة العزل، وما أشجع بس عزل محافظة عن محافظة وإنما منطقة عن منطقة. يقول لك ليش ما أضرب البيت؟ ما أضرب البيت، ليش تغلاني؟ أنا أضرب البيت هم يعطوني، ما حيعطيك. طالب الحكومة خل تصرف لنا رواتب، حتى لو بالشهر 300,000 أمينة أتعايشة نقعد ببيوتنا ونسكت. على الأرض تبدو بغداد أنها خارجة عن السيطرة، والتحذيرات من تحولها إلى مدينة موبوءة بكورونا صدقها الموقف الوبائي اليومي، وفي مقابل كل ذلك ضعف الالتزام بالتوجيهات الصحية. تطبيق الحظر التام للعاصمة قد يكون قرارا ناجعا للحد من تفشي الوباء، لا سيما مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، هكذا تقول السلطات هنا، لكن هناك من يعارضه بوصفه تهديداً لحياة آلاف العراقيين ممن يحصلون على مصادر رزقهم من العمل اليومي. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.